صباح الخير يا اصحابي، عاملين ايه النهارده؟ هعمل لكم العيش التوست. هنا نص كيلو من الدقيق، كوبايه الا ربع لبن، 3 معالق سكر، خميره، خل، وبيضه او 2. هنحط الخميره، اللبن الدافي والسكر ونقلب كويس قوي. ونسيبها شوية لغاية ما تتفاعل. هنا يا جماعة الخميرة تفاعلت، عملت طبقة مع الوش. هنحط معاها خل عشان تدي تيست اكتر، ومعاها بيضاية ونص، ومع دي حاطة رشة ملح. هنكبهم هنا كده ونحط البيضاية ونص، يعني بداية كاملة وصفار البيضة التانية. اما الصفار التانية حطيتها هنا عشان هدهن ايه وش العيش. كده هنعوز لبن تاني، وهنا نجيب قطعتين زبدة ونهرس بيهم ايه العجينة.
اخلص وارجع لكم تاني. اهو يا جماعة العجينة اتلمت وده خلاص مفيهاش حاجة يعتبر يعني، بس هي لازم تكون ملزقة شوية، شايفينها لازم تكون ملزقة شوية. احلى عيش توست ان شاء الله هنعمله النهارده. خلاص كده نسيبها ترتاح، شوف لها حاجة اغطيها وارجع لكم تاني. هنا يا جماعة العجينة خمرت، هنزلها قطنية وجميلة جدا. هنا واحدة شيلها على جنب دلوقتي، ودي لفها كده 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 نفنيها كده، كمان دي نفنيها كده، نجيب الانجليش كيك نسيبها ترتاح شوية. اما دي نعجنها من اول وجديد، هنعمل 2 كايزر الصينية الثانية، نحط أول واحدة والتانية نسيبهم ترتاح. ادي الانجليش كيك توست هنسيبه لما يخمر، وهنا عجينة كايزر. وهنا يا جماعة بعد ما خمرت كويس قوي، هنا صفار البيت ماشي، هعمليه كده عشان يطلع لونه ذهبي. جميل، نص كيلو دقيق طلعوا معانا التوست والاتنين كايزر دول.
واجي التوست خلص جهز، الكايزر جاهز، ونقطعه لسه طالع من الفرن. بص الطراوة، بص الطراوة، بصوا شايفين الجمال. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة.